لأتلتيكو حلوة 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 خطيرة أصبحت الآن أمام المرمى. التسديدة بالجول، فالكاو، فالكاو يسجل الهدف الأول لأتلتيكو مدريد في الليغا وفي مرمى راسينغ سانتاندير. فالكاو بعد أن سجل هدف في مرمى سلتيك في الدوري الأوروبي يأتي الآن ويسجل الهدف الأول لمصلحة أتلتيكو مدريد. يعني إذا كنت تقول والله كريستيانو رونالدو في الريال، الجار هنا عنده فالكاو، التكلفة العالية هنا الأغلى 56 مليون دولار، أكيد أنه مطالب بالتسجيل. الكولومبي الذي استقبل، لاحظ لاحظ استقبل الكرة وين حطها؟ حطها في الزاوية على يسار حارس المرمى أنتونيو، وصناعة الهدف كانت جميلة. شوف 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 شوف، هنا أتت الخطورة، اللعبة جميلة من التركي أردا توران، حولها في الجهة اليسرى، استقبال ممتاز مدريد ولا شيء لراسينغ سانتاندير. كرة أخرى خطيرة، أشكرا بلنتي. شوف 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 مرة أخرى، لاحظ هنا أتى التقدم، ضربة جزاء، ضربة جزاء، تقدم في المرمى، فرصة الهدف الثاني، فالكاو يتقدم الآن، يسدد، جول، فالكاو يسجل الهدف الثاني له شخصيا ولأتلتيكو مدريد. في مباراتين في الليغا أتلتيكو مدريد لم يسجل ولا هدف في غضون 35 دقيقة. هنا الشوط الأول من لقاء أتلتيكو مدريد راسينغ سانتاندير، هذا اللاعب سجل هدفين، يسولف الآن، ما أدري شو يقول، ما أدري يعني لسان حاله شو يقول، يعني أكيد أنه سعيد مع نفسه. الآن هو حط الكرة، حارس المرمى شوف وين راح، والآن الكرة في نفس الزاوية اللي سجل منها الهدف الأول، نفس الزاوية. إذن المتألق فالكاو الدولي الكولومبي، الثانية الثالثة إلى تياغو، يلعبها بينية، انفراد، وكرة تنحط في الجول، الجول الثالث والهاتريك الآخر في الليغا الأسبانية. فالكاو يسجل الهاتريك الآن ويضع أتلتيكو مدريد أيضا بالهدف الثالث، هدفين في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني، والدوليين الكولومبيين بيريا وفالكاو يحتفلون فيما المدرجات تصف كثيرا للأداء الحقيقة في عمل تياغو. يا سلام على تياغو، ويا سلام، شوف 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 شوف، لاحظ مع تياغو، تياغو حول الكرة البينية، نقلها ولعبها صح، صاد ثلاث مرات فالكاو، صاد تونيو ثلاث مرات، صاد شباك راسينغ سانتاندير ثلاث مرات.